أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بأحوال الطقس في المغرب ابتداء من يوم بعد زوال اليوم والأيام القادمة بإذن الله. سوف نوافيكم بآخر توقعات النموذج الأوروبي وكذلك الأمريكي الذي صدر عن قبل قليل إن شاء الله، فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في قناة أوروبي ساليكم خوش. والآن إلى التفاصيل. بالنسبة لتحليلنا لصورة الساطرة تبين السحب ضعيفة وفوق المرتفعات، وكذلك الجنوب الشرقي للمملكة تبقى أمطار وكذلك سحب ضعيفة محليا مع احتمال بعض الأمطار الضعيفة كما قلنا فوق المرتفعات ميدلت وتبانت وكتين غير وفاس، طيبة القطرات الضعيفة والمتفرقة أحيانا. بالنسبة خلال اليوم إن شاء الله الاثنين فيتوقع استمرار بعض التساقطات المطرية خصوصا أقصى شمال المملكة، تكون غزيرة محليا على أصيلة وطنجة، أمطار ضعيفة محليا كذلك على تطوان وشفشاون والقنيطرة والحسيمة والناظور. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء دخول أمطار غزيرة ومعتبرة إن شاء الله خصوصا على طنجة والشريقات وتطوان وأصيلة والعرائش، وبعد التساقطات المطرية الضعيفة على شفشاون إن شاء الله. الفترة المسائية استمر بعض التساقطات كذلك على المدن ببرد والعرائش وشفشاون إيساق تطوان وطنجة وأصيلة والعرائش بعد التساقطات المطرية. ويحتمل بإذن الله يوم إن شاء الله الأربعاء يحتمل استمرار بعض الزخات المطرية خصوصا أقصى شمال المملكة، تبقى أمطار نسبيا ضعيفة. وبالنسبة لتوقعات يوم الخميس أجواء مستقرة إلى قليل سحب وسيطرة المرتفع الجوي، والمرتفع يكتسح المغرب بشكل قوي كما تلاحظون، قيمة 1023 هكتوباسكال يتواجد في المحيط الأطلسي. ويحتمل خلال الأيام القادمة والأسبوع القادم ارتفاع في درجة الحرارة، نسأل الله اللطف. بالنسبة كذلك للأيام القادمة يتوقع أجواء نسبيا مستقرة إلى قليل السحب. بالنسبة لتوقعات النموذج الأمريكي فكما تشاهدون إخوة الأعزاء يشير لأن الأجواء كذلك ربما تكون مستقرة مع احتمال بعض الزخات كما قلنا مقتصرة على أقصى شمال المملكة، طنجة وأصيلة حتى العرائش، وبعض الزخات ربما تكون على الحسيمة والناظور. أمطار محليا تكون ضعيفة، أمطار جد غزيرة قد تكون على طنجة وأصيلة بإذن الله. بالنسبة لباقي المدن الأخرى بالنسبة للنموذج الأمريكي فيشير إلى الأجواء مستقرة، وكذلك ظهور المرتفع الجوي الأزوري يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة إن شاء الله خلال الأيام القادمة، ويبقى العلم لله. أما بالنسبة للنموذج الأوروبي فكذلك هو متفق مع النموذج الأمريكي والأوروبي بإذن الله.